شلون تصنع القلية؟ القلية مكوناتها لحم عراقي وبصل احمر ونسويها احنا عندنا هنا دبس رمان وشراب وهاي الشغلات. تبقى عن نكهة؟ طبعا عن نكهة وعن نفس. ساعة ايش تبدأ بطبخ؟ افتح بالثلاثة اعزل بالوحدة بالليل. شفتين عندنا صباحي ومسائي، اجهزها اني بالخمسة بالستة العصر واخليها تبات على ثاني يوم تصير حتى دسمة. تمام، يعني لابد ان هي تباتية؟ لازم تبات. من تبات القلية تصير اطيب، اما من جديدة لا تصير خفيفة. تمام، زين اكو اختلاف مثلا بينك وبين البقية مثلا بخلطة الكاري والبهارات؟ لا، بس فقط الاختلاف باللحم. اكو لحم عراقي واكو لحم مستورد. هسه انا ابيع نص القليه ب 5000، غير يبيع بثلاثه وباربعه تصرف له. اللحم؟ اللحم عراقي نحن. عراقي. مضبوط. زين بالنسبه لك معاملك موجودين؟ يجون موجودين وخير وبركه ان شاء الله، يعني انا فتح بالثلاثه قلت لك ثلاثه ونص تجيني العالم. ثلاثه ونص تجيني العالم تتريق. زين اسعار المعون الكامل بيش؟ ما حد ياكل معون كامل، هسه المعروف عندنا بالموصل النص بخمسه. كله تجي تاكل نص معون. بالنسبة للحم عندك قصاب يعني؟ موجود بالدار قزلية قصاب. نعم، يجيب لنا العصايص ويجيب لنا لحم الحولي اختصاص للقلية والبرزولات مال غنم من عنده. تقطيع اللحم ايش قد تطول فيه؟ والله كله ما ياكله نص ساعة. ايش قد تسوي قلية انت مثلا؟ تسوي كمية كبيرة لو؟ والله ارزاق بيد الله، مرات 8 كيلوات 10 كيلوات اسوي الكل شفت. عندك الطلب يكون اكثر الصباحي ولا المسائي؟ والله المسائي يصير اقوى من الصباحي. خليل. طبعا. زين نجي على اقبال الناس. اكو من يجون من خارج المحافظه يجون؟ مضبوط، اكثريته اهل بغداد. يجون على الموصل متخصصين على القليه والعصايص. دائما ناكل قليه نتريق قليه. ها بالاسبوع 3 مرات 4 مرات نتردد على هذا المطعم. والقليه اكلتنا قديمه بعد. ها كان والدي يجي هنا واحنا نروح ونجي، تعرفه من دور قديم زه. نعم. يعني حتى بالبيت تسوون قليه يعني؟ نعم بالبيت، بس ما مثل برا تعرف. تطلع على الونس انت وجماعتك وتروح وتجي هيك لميه طيبه حلوه كويسه. اجي يوميا من الصبح اتريق، بعض المرات اجي اتغدى هنا. والاكل مالهم طيب ونظيف. دائما اكل قليه، وبعض ما دائما اكل غير شيء، بعض مرات تمنو وطاوه ويابسه. زين الاسعار شلون؟ اسعاره حيل رخيصه، النص بخمسه ينطينا اياها. زين من تعرف لحم عراقي ولا لحم عراقي؟ مبين مبين مبين.